كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. معانا عروض رمضان، معانا السلس تابر وير، ودي طاسات تابر وير. معانا الحجم 28 والحجم 24. اما بنقول الحجم معناها ان القطر الطاسة من جوه، القطر ده كده 28 سنتي والقطر ده 24 سنتي. معانا ثلاث عروض بالنسبة للطاسات، عرض 28 كامل بالغطا الازاز بتاعه، الازاز الحراري تابر وير، ومعانا الطاسة بعرضين اتنين، عرض بالغطا بتاعها وعرض من غير غطا وعرض الغطا لوحده، بحيث اللي عندها الطاسه دي جابها قبل كده من غير غطا ممكن تشتري الغطا لوحده ليه تمن منفصل، وممكن تجيب الطاسه لوحدها ليها تمن منفصل، وممكن تجيب الطاسه بالغطا ليها تمن تاني. يبقى احنا الطاسه دي لوحدها ليها تلات عروض معانا، ليها عرض بالغطا كامله طاسه 24 بغطاها، لينا عرض بدون غطا 24 بس، لينا عرض بالغطا منفصل، وكمان معانا عرض الطاسة ال 24. اللي عايزين نقول ان الطاسة ال 24 دي اللي عندها الحلة 5 و 7 نفس الغطا، ممكن تجيب الحلة ال 5 و 7 ومعاها الطاسة، هيبقى غطا مشترك ما بينهم. او اللي هي لو عندها الطاسة دي ممكن تجيب الحلة ال 5 و 7 وتعمل غطا مشترك ما بينهم، او هتجيب طاسة مستقلة بذاتها بالغطا بتاعها، او لو انت عندك الطاسه ممكن تجيبي لها الغطا الازاز لوحده. دي العروض اللي معانا بالنسبه للطاسات تابر وير. عايزين نقول طاسات تابر وير نيكر كروم 18/10، القاعده خماسيه ماجنتيك مغناطيس عشان تقبل اي نوع من الوقود، اللي طالع من بره هي نيكر كروم، الجدار ده ثلاثي، في النص في طبقه واحده الومنيوم بعيده تماما عن المحتوى اللي جوه، هي بس وظيفة الطبقة الألومنيوم إن هي بتعمل توصيل جيد لدرجات الحرارة، درجة الحرارة. نيكل كروم صحية، ما بتفعلش مع الأكل، ما بيلزقش فيها الأكل، تستخدميها ممكن من غير مية، تستخدميها من غير دهون، للبريستو. هي اللي عايزين نقول لطاسات تابر وير، مش بس الطاسة دي تحمير، طاسات تابر وير للطهي زي ما شايفين كده كمية كبيرة، بتاخد كمية كبيرة للطهي على عين البوتاجاز، بتدخل الفرن الطاسة من غير الغطا الازاز، لو هتعملي فيها صينيه جلاش، كنافه، بسبوسه، هتعملي كفته جوه البوتاجاز، هتشوي فراخ، هتستعملي الطاسات من غير الغطا الازاز داخل الفرن، لكن على عين البوتاجاز بتستخدميها بالغطا الازاز. عروض الستانلس قويه جدا، كل سنه وانتم طيبين، رمضان، سهلي على نفسك الاكل وتجيبي طاسات صحيه من تابر وير للعمر كله، زي ما بنقول منتجات تابر وير تتوارث للاجيال. شكرا تابر وير، مع تحيات تابر وير الظاهر، كل سنه وانتم طيبين.